السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على جامع البنات. روحي يا بنتي، نصيبك هناك في جامع البنات. ليه تقال جامع البنات ومش معنى جامع البنات؟ قبل ما نعرف السبب هنعرف بيرجع لمين. الجامع اتبنى سنة 821 هجريا في عصر السلطان المؤيد شيخ المحمودي احد سلاطين دولة المماليك، وبيرجع للامير فخر الدين ابن عبد الغني، تمام. وقد تدرج في العديد من الوظائف لحد ما وصل لوظيفة اسمها الاستدارية في عصر السلطان المؤيد سنة 814 هجرية. طب الوظيفة دي عبارة عن ايه؟ ان هو كان بيوكل للنظر في بيوت السلطان جميعا، من خدم، من الحشم، من المطابخ، هو اللي بيشرف عليها. طيب الجامع ده اتعمل كمدرسة لدراسة التصوف والفقه على المذهب الحنفي والمالكي والشافعي. بالإضافة نجد أن المدرسة دي تعرضت للعديد من الإصلاحات، وده اللي اتعمل من خلال والدة حسين بيك نجل محمد علي باشا سنة 1851 ميلادية، قامت بإصلاح الواجهة الغربية للجامع. بالإضافة أن هي عملت مأذنة للجامع، عشان كده حضراتكم نجد أن المأذنة بتاعت الجامع مش هي المأذنة الأصلية، بالإضافة اللي هي عملت سبيل، والكلام ده كان سنة 1853 ميلادية، وده اللي بيظهر في لوحة رخامية هتظهر قصاد حضراتكم بعد كده بتوضح فيها اللي هي قامت بإصلاح هذا الجامع، وده بيرجع في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني. طيب الجامع بيتميز ان هو فيه أربع إيوانات، أكبرها إيوان القبلة، بالإضافة ان فيه منبر مطعم بالعاج. طب هو ليه سبب تسمية جامع البنات وليه اتسمى بالاسم ده؟ في اراء كتير قوي، من ضمن هذه الاراء ان في سبع بنات اتدفنوا في احد اركان الجامع، ودول يرجح انهم اولاد الامير فخر الدين ابن عبد الغني، واتدفنوا بسبب اصابتهم بمرض الطاعون. ده راي من الاراء. الراي التاني اللي هو روحي يا بنتي نصيبك هناك في جامع البنات، الراي بيقول ايه؟ ان البنت اللي ما بتتجوز واللي هي العانس يعني، كان بتيجي يوم الجمعة، يوم الصلاة، صلاة الجمعة، كان اما بيتم طبعا اقامة الصلاة والمصلين بيصلوا وبيكونوا في السجدة الاولى من الركعة الاولى، كانت البنت تمر بسرعة ما بينهم ما بين صفين، بعد كده بتخرج برا فيتيسر لها الزواج. دي طبعا كانت خرافة انتشرت بشكل كبير جدا على الجامع، عشان كده من كتر اقبال البنات اتسمى باسم جامع البنات. طبعا هي الخرافه دي لا تزال قائمه في عقول بعض المصريين، يعني بيجي احيانا بعض البنات يوم الجمعه مخصوص وبيدعوا طبعا علشان يتيسر لهم الزواج. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. يهمني تعليقاتكم وارائكم وتفاعلكم على الصفحه وعلى اليوتيوب. اشوفكم على خير في حلقه جديده وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.